تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. نخصص هذه الحلقة الجديدة من البرنامج لنتعرف على أبرز ملامح مشروعات القوانين في الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث. إذ تقدمت الحكومة بعدد من مشروعات القوانين تقرب من 20 مشروع قانون للدورة الجديدة للبرلمان، من أبرزها قوانين العمل والمنظمات النقابية، أيضا الإدارة المحلية، قانون للشباب، قانون لذوي الإعاقة، أيضا قانون للمناقصات والمزايدات، وقانون للتأمين الصحي، وقانون آخر لتنظيم الصحافة والإعلام والمحطات النووية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تشريعين لتجريم استخدام الطائرات دون طيار، والآخر لتنظيم الاستخدام السلمي للمجال النووي. أيضا في الدورتين السابقتين تقدمت الحكومة بعدد كبير من مشروعات القوانين، ربما نطوف بما حققته الحكومة من مشروعات قوانين قدمتها إلى البرلمان، وما أنجزه البرلمان من هذه المشروعات وغيرها بالطبع من إنتاجه هو، سنحاول أن نطوف به من خلال هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، والتي يشرفنا ضيفان كريمان للرأي والتحليل في هذه الحلقة. معنا الأستاذ الدكتور صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. برحب بسيادتك دكتور. أهلا ترعالي وسادة مشاهدين، شرفتنا. كما يشرفنا أيضا الأستاذ رامي محسن، رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية. برحب. أهلا بحضرتك يا حبيبي، شرفتنا بساعتك. وأرجو أن نتابع تقريرا مبدئيا حول الموضوع ثم نبدأ النقاش ونشوف هذا التقرير مع حضرتكم. دور تشريعي جديد للبرلمان ينتظر نواب المجلس الكثير من العمل، مع ازدحام الأجندة التشريعية بالكثير من مشروعات القوانين تتزايد معها الأمنيات، وينتظر المواطنون من نوابهم الكثير، خاصة فيما يتعلق بقضايا وملفات الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق أساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى عدد من الملفات الملحة لدى المواطن والتي تتعلق بقضايا التوظيف والبيئة ورعاية محدود الدخل والمعاقين والمرأة وتمكين الشباب، فضلا عن مشكلات الزراعة والفلاحين. قضايا التوظيف ومكافحة الفساد ومنظومة جمع القمامة وقانون الأسرة والطفل من الملفات التي تأتي على قمة القضايا التي تشغل المواطنين، حيث يؤكد الجميع ضرورة إصدار تشريعات شاملة لمكافحة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بالمجالس المحلية التي تعد حاضنة الفساد في المجتمع المصري، وكذا تعديل قانون الأسرة بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين ويضمن حقوق الأبناء. هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون يجرم إلقاء المخلفات في الشوارع ويفرض غرامة على من يقدم على ذلك. كان مجلس النواب قد أقر في دوره المنقضي 219 قانونا، تمثل أكبر عدد من مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث تمت خلاله مناقشة مشروعات قوانين مهمة تتعلق بالخدمات المباشرة للمواطن في مجالات التعليم والصحة والتنمية المحلية والاقتصادية. يأتي على رأسها قوانين منح العاملين بالدولة عددا من العلاوات الاستثنائية لمواجهة الغلاء وزيادة الأسعار، وكذلك زيادة المعاشات والتأمين الصحي لطلاب المدارس. مرحبا بحضراتكم من جديد. دكتور صلاح، لعله يقدر بنا بداية أن نتعرف على أبرز الإنجازات التي حققها البرلمان في دور الانعقاد الأول والثاني، وما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين وما وافق عليها في عجالة. الحقيقة حضرتك طبعا موضوع كبير بقدر طبعا، يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. الحقيقة الإعلام هو ظلم بشكل كبير مجلس النواب، أو على الأقل المجلس في فصل التشريع الحالي، وعلى قد ما هو أظهر بعض المسائل الموجودة بالفعل موجودة داخل المجلس، لكن هو في جانب إيجابي موجود أم بيه المجلس، سواء الدور التشريعي أو الرقابي. دور التشريعي طبعا حضرتك الجميع يعلم أن احنا جينا أو المجلس انتخب في وقت طبعا كان موجود دستور جديد محتاج يفعل إلى نصوصه إلى قوانين
لائحة قديمة أصبحت مخالفة للدستور الحالي، كان لابد نعمل لائحة جديدة. فطبعا لائحة بقيمة لائحة البرلمان اللي تعتبر مثابة قانون أكثر من 400 مادة، قعدنا فيها حوالي 3-4 شهور. طبعا كان في قوانين حاجة صادرة من الرئيسين العظيمين عادل منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، صدرت في فترة غياب البرلمان برضو قعدنا فترة طويلة نناقش فيها، ثم انتهينا إلى تمرير غالبيتها ما عدا طبعا قانون الخدمة المدنية. فدي طبعا خدت وقت طويل منا في دور العقاد الأول، اللي صدر فيه تقريبا حوالي 81 أو 82 مشروع بالقانون، سواء قوانين جديدة زي قانون الخدمة المدنية أو تعديلات في قوانين. طبعا لما دخلنا دور العقاد التالي اللي هو اللي انتهى طبعا واحنا داخلين حاليا على دور العقاد الثالث، كان قدامنا ملفات عديدة أهمها هو ضرورة تثبيت الدولة واستقرارها، فكان لابد ان احنا نعدل قوانين كثيرة محتاجة الى تعديل لكي يتوافق مع الجرائم الإرهابية والجماعات اللي احنا شايفينها بتجول في جميع يعني أرجاء الدولة، كان لابد ان احنا نعدل في هذه القوانين حتى نضمن ثبات الدولة واستقرارها. فحصل تعديلات عديدة على قانون الطوارئ وقانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الكيانات الإرهابية. في قوانين أخرى في المجال الاقتصادي كنا حريصين ان احنا ندي فرصة للاستثمار سواء العربي أو الأجنبي أو المصري، عملنا قانون من القوانين الممتازة جدا قانون اللي هو الخاص بالاستثمار اللي فتح الأفاق والمجالات لكل المستثمرين، وأصبح دلوقتي أي مشروع ممكن يعني يقام في خلال أيام بعد ما كان ممكن يقعد المستثمر سنة وأكثر في أنه يعني بيجوف في طرقات في كثير من الوزارات. أصبحنا حاليا وفقا للقانون الجديد في مكتب واحد، مكتب خدمة المستثمرين، ده مكتب هو اللي بيتولى التعامل مع المستثمر، وبالتالي ممكن خلال شهرين يقدر يديله الترخيص وبعد كده بيبدا يشتغل. عايز اقول في حاجات كتير عشان ما نتكلمش تفصيلات، ممكن انا هرجع لسيادتك بعد كده بعد الاستضافة لموضوع الحاجات اللي حضرتك قلت عليها. نعم. دي المهم الواقع بقى عكس ده ولا ما عكسوش؟ طبعا في قانون اخر برضه هو القانون الخاص بتسهيل اجراءات انشاء المنشآت الصناعية او اصدار تلخيص المنشآت الصناعية، في قانون خاص بتدعيم الصناعة وتشجيعها، في قانون خاص بالسجل التجاري. يعني عايز اقول كلها بتصب في الجانب الاقتصادي وتشجيع استثمار رأس المال بشكل يعود على المجتمع وعلى المواطنين بانه فرص عمل جديدة وانتاج وتصدير وبالتالي حصول على عملة صعبة. طيب. احنا في حاجة اليها. هنكتفي بالقدر ده دلوقتي مؤقتا علشان نسمع الأستاذ رامي. طيب ده اللي حصل في الدور الانعقاد الاول والثاني، والحقيقة محتاجين نتعرف من حضرتك على احتياجات الحكومة واحتياجات المجتمع من البرلمان في الفترة القادمة. تمام. يعني اتجاهات صحيح، وده سؤال غاية في الأهمية أشكر حضرتك عليه، لكن في البداية بس أبدي يعني ملاحظة ربما كمواطن مصري تضايقنا قوي أن التشريع طبقا للنص المادة 101 من الدستور دائما نقول أن الحكومة هي اللي دخلت التشريعات، الحكومة دخلت التشريعات، الحكومة هي اللي عملت التشريعات. للأسف الشديد ده واقع، لكن الـ 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 الأهم من ده أن البرلمان يبذل جهد كبير جدا في تحت قبة البرلمان، عدد ساعات طويلة لا سيما لجنة التشريع، لكن مش المفروض الحكومة هي اللي تقدم التشريع، المفروض التشريع يأتي من البرلمان، كل نائب أو كل 60 نائب على حسب هو يتقدم بالقانون. الحكومة قدمت أهلا وسهلا، ما قدمتش يناقش، لكن للأسف الشديد إلى الآن نجد أنه لا، الحكومة هي مقدمة كل القوانين ما عدا قانون واحد لم تتقدم به الحكومة اللي هو الجامعات الأهلية. فنتمنى في دور العقد الثالث، وده صلب السؤال بتاع سعادتك، ان القوانين التي تقدم بها النواب تناقش دون انتظار قوانين الحكومه، لا سيما وان ما عندناش نص لائحي يلزم، وانما نعطي لها المهله ثم اذا لم تتقدم تناقش عشان ما نظلمش النواب. هذه واحده. الاخرى انه لدينا العديد من التشريعات التي لم يتم تعديلها حتى تتطابق لسه مع الدستور، ربما سنراها في دور العقد الثالث. اضرب يمكن مثالين في ذهني حاليا. مثال الاولاني بتاع استئناف الجنايات. احنا عارفين ان الجنايات ما فيهاش استئناف، حينما يصدر الحكم يتم التنفيذ. الدستور الجديد قال لك لا، في حاجه اسمها استئناف للجنايات. فمن 2014 لغايه اللحظه دي المتهم يصدر الحكم بعدين يتحبس على طول ينفذ، في حين ان ما فيش درجه من درجات التقاضي. ده مثلا لازم يتعدل. عندنا مثال اخر خاص بالهيئات المستقله، لسه مجلس قوى المراه ومجلس قوى حقوق الانسان، المجالس القوميه اللي موجوده لازم تعدل عشان تبقى هيئات مستقله، زي ما صدر النهارده القانون بتاع هيئات الهيئه الرقابيه انه اصبح هيئه مستقله، الرقابه الاداريه، اسف الرقابه الاداريه، زي ما النهارده صدر بقى هيئه مستقله، وغيره كتير. زي ما قال الرئيس في اكتر من مره، قال لسه عايزين منظومه للتعليم،
والتأمين الصحي وقانون العمل الموحد، وعندنا مشكلة البطالة، وعندنا مشاكل الشباب لسه ترسانة من التشريعات تنتظر مجلس النواب. نرجو أن يستثمر الوقت، بدل احنا بنشتغل 3 ايام وثلاث ايام لا، مش كده يا فندم؟ حسنا فعل الدكتور علي عبد العال انه قال الجلسات الساعه 11 وتخلص الساعه 2 او 3 وبعدين الساعه 4 اللجان، حاجه كويسه جدا. لكن الفكره انه كمان في الوقت غير اللجان، الوقت لازم يستثمر. مش معقول ان احنا ممكن نقعد 3 او 4 ايام بنناقش ماده واحده في القانون. علينا او على الساده النواب انهم يقروا اكتر وبعدين يحضروا اللجان. ما المشكله ان النائب ما بيحضرش اللجنه عشان يعرف اللي يدور فيها، يعني جهد مثلا تشريعي ممكن تقعد في القانون حوالي 6 شهور تذاكره وتعدل فيه، يخش المجلس نائب لسه مش عارف ايه اللي حصل في التشريعي، يحاول يعدل تاني عقبال ما نقنعه بالفكره ان ده احسن ومطابق للدستور، بياخد وقت وهكذا. الصله ما بين مطبخ البرلمان اللجان والنائب نفسه اللي بيتكلم. نعم. طيب خلينا نعود للدكتور صلاح. دكتور، هو الاستاذ رامي اشار الى انه هو انتم بتقدموش حاجه في البرلمان، هرد على الجمعيات، انتوا كل مره الحكومه هي اللي تقدم. هرد على امال انتوا بتعملوا ايه؟ لا مش كده، انا قلت مقدم، لكن انا بقول ليه الحكومه نظر سديده الحقيقه. النائب بيقدم لكن ما بتنظرش. حتى الان غالبيه مشروعات القوانين او القوانين اللي تمت يعني صدورها من جانب البرلمان، وطبعا غالبيتها جايه من الحكومه. وحضرتك ده راجع لنقطة مفصلية، ايه هي حضرتك؟ يعني تقريبا يعني نقول مثلا 70% من اعضاء المجلس مستقلين لا ينتموا لاحزاب. العمل السياسي اساسا سعادتك يقوم على فكرة الاحزاب السياسية، ولذلك الدستور يعني برضو تنبه واجاز تكوين ائتلافات داخل البرلمان. فالاحزاب حاليا داخل البرلمان حتى سواء لو قلنا الثلاث اربع احزاب الكبار الموجودين لا يحوزوا جميعا على اغلبية داخل البرلمان، وده اللي دفع الى ان يكون في ائتلاف اللي هو الموجود الحالي. اللائحه عملت لنا مشكله، لانه اللائحه فيها بند لا يسمح بانشاء اي ائتلاف الا اذا كان اعضائه لا يقل عن 25%، يعني ربع عدد الاعضاء. يعني تقريبا مثلا 100 واحنا 600 الا 4، يعني قلنا تقريبا مثلا 150. فحتى الان ما حدش قادر يعمل ائتلاف ثاني، فبالتالي ائتلاف واحد هو اللي ممكن ياتي من جانبه بعض المشروعات القوانين. عايز تقول انه العضو المفرد صعب عليه انه يقدم مشروع قانون، انما لو ائتلاف او حزب بيكون لديه القدره. بس عايز اقول حاجه برضو يا استاذ رامي، عايز اقول لحضرتك حاجه. عاده احنا دايما بيجي نناقش اي مشروع قانون من جانب الحكومه بيبقى فيه مشروعات قانون من جانب الاعضاء، لكن هي اللائحه بتعطي افضليه لمشروعات القوانين جانب الحكومه. يعني لو في تعدد في مشروعات القوانين من الاعضاء ومن الحكومه بيعتمد بشكل اساسي على مشروع قانون جانب الحكومه. لكن طيب. لا بالعكس، في طبعا مشروعات موجوده بس ما بتبقاش بنفس النضج اللي موجود في مشروع الحكومه، لانه مشروع الحكومه جاي من جهات مختصه، في لجنه الاصلاح التشريعي ودي قامات قانونيه وقضائيه فيها بتساعد الحكومه، فبالتالي بيبقى مشروع القانون في لجان تشريعيه في مجلس الوزراء وفي وزاره العدل، فدي كلها بتبقى عندها الخبره القانونيه والتشريعيه والبرلمانيه تقدر تخلي مشروع القانون بالشكل اللي فعلا يقدر يمر داخل البرلمان. طيب استاذ رامي، حضرتك تفضلت واشرت لعدد من الاتجاهات اللي الحكومه عايزاها والمجتمع عايزها من البرلمان الفتره القادمه، واحنا قلنا مجموعه ايضا في المقدمه منها قوانين العمل والمنظمات النقابيه والاداره المحليه والشباب وغيرها. نبدا بقوانين العمل. هو مش اتعمل قانون الخدمه المدنيه؟ هو لسه محتاجين ايه في قوانين العمل؟ لا، الخدمه المدنيه ده ينظم الموظفين اللي في الدوله، كادر الدوله، لكن احنا بنتكلم على قانون العمل والتامينات وما شابه والتغطيه التامينيه، ده مش موجود، ما عندناش القانون ده لسه، وايضا خاص ب مش موجود ولا محتاج يتحدث؟ لا لا يتعدل، ما عندنا بس اللي اقصد التحديث. تحديث شغال بحاجات قديمه قوي. طبعا. وعندنا قوانين تانية لازم تتحدث، عندنا قوانين يعني قانون الاجراءات الجنائيه ده من سنه حاجه و50 يا فندم، يعني اقصد عندنا قوانين محتاجه تحدثها، احنا في 2017 ليست مجرد فقط. وهنا برضو بنناشد البرلمان، مش عايزين تعديلات في مادة وأكثر وتحسب تعديل تشريعي، احنا عايزين منظومة زي ما ماشي بيها كل الدول العربية وأيضا الأجنبية، منظومة القانون الموحد. يعني مثلا لما يكون عندي ضرائب مش بالضرورة يبقى عندي 10-15 تشريع للضرائب، عندنا قانون الضرائب الموحد، قانون العمل الموحد، قانون الانتخابات الموحد. الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت النهاردة وصدر بها قرار، فبالتالي هي ملزمة بأن يكون هناك قوانين جديدة
في المشروع السياسية والدوائر وما شابه، هطلع قانون موحد. فكرة القانون الموحد علشان ما يبقاش عندي كذا تشريع، ده شيء مهم. الحاجة التانية برضو أنا بس وبالفعل في مشروع قانون كامل للإجراءات الجنائية احنا حاليا بنناقشه في اللجنة الدستورية. هرجع لك يا دكتور لأنه في زميل لحضرتك ولينا من الأول فاضل وعلى التليفون، مش عايزين نسيبه على التليفون. معانا الزميل الأستاذ جلال عوارة، شرف قناة النيل للأخبار وعضو البرلمان ووكيل لجنة الثقافة والإعلام. برحب بك جلال. أهلا وسهلا دكتور علي، إزاي حضرتك؟ شرفتني يا أستاذنا. أستاذ جلال، يعني أنا مش عايز أفتح معاك موضوعات كثيرة، خلينا نتكلم أفضل في الموضوعات اللي تخصنا، تنظيم الصحافة والإعلام إيه الجديد في المسألة دي في الدور الانعقاد الحالي؟ الحقيقة قبل ما اتكلم في دور الانعقاد الحالي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فقط أود الإشارة إلى أننا في دوري الانعقاد الماضيين أصدرنا قانون التنظيم المؤسسي الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وبهيئة الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والهيئة الوطنية للإعلام المطبوع، وبالفعل صدر قرارات التشكيل والمجلس والهيئتين بيمارسوا أعمالهم الآن، ده من ضمن القوانين. أيضا أصدرنا قانون الخاص بنقابة الإعلاميين. هذا القانون، وهناك لجنة خاصة حاليا يعني تقوم بعملية الاستعدادات اللوجستية أو الفنية لقيام هذه النقابة لتكون معبرة عن الإعلاميين في الفترة القادمة، وكان هذا حلم للإعلاميين في مصر. خليني أشير أيضا إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، احنا أيضا انتهينا من مناقشة القانون الخاص بالأثريين، لأن أيضا هذه الفئة لم تكن لها نقابة تمثلهم. هذا يعني في دور الانعقاد الماضي. أما عن دور الانعقاد الحالي فبالفعل دكتور علي احنا سنبدأ في الفترة القادمة في مناقشة القانون التنظيم المؤسسي بشأن الصحافة والإعلام، وده هيحدد شكل وآلية وسقف الحرية. طبعا أنا بتكلم في السقف المسؤولية في سقف الحرية. يعني الخطوط العريضة إيه يا أستاذ جلال للقانون ده، أو يعني منتظر يحقق إيه هذا القانون؟ خلينا أقول لحضرتك أن هذا القانون دكتور علي يعني مواده تتجاوز 200 مادة، لأنه يتطرق إلى الحقوق والواجبات في الصحافة والحقوق والواجبات للإعلاميين والحقوق والواجبات أيضا للإعلام الإلكتروني المرخص له، يعني بين قوسين المرخص له، يعني عندك بوابة الأهرام، عندك بوابة البوابات المختلفة اللي بتتناول الأخبار، اللي بتتناول حتى قنوات اليوتيوب، لكن المرخص لها. فما أقدرش أقول خطوط عريضة لأن كل وسيلة سيكون لها يعني المواد القانونية التي تنظم عملها. الصحافة حاجة، والإعلام المرئي حاجة، والإعلام المسموع حاجة، والإعلام الإلكتروني أمر آخر. هل ينتظر في هذه القوانين، نعلم أن المؤسسات الصحفية الرسمية وكذلك ربما المؤسسات الإعلامية الرسمية تعاني مشكلات مالية مزمنة وتعاني تضخم في الهياكل التنظيمية مزمنة؟ ده صحيح. وبالتالي هناك من وقت لآخر إشاعات تتحدث عن إعادة الهيكلة وخلافه، طبعا العاملين في جميع الأحوال لا مساس بهم كما تعلن الدولة دائما، لكن ما يتعلق بالتنظيم المؤسسي، هل هذه القوانين يعني تتعامل مع التنظيم أو إعادة التنظيم المؤسسي لهذه المؤسسات؟ مش بالشكل اللي ممكن يتطرق إلى مسألة العاملين في هذه المؤسسات بالتأكيد دكتور علي. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إجمالي الديون على المؤسسات القومية في المملوكة للدولة في مجال الصحافة يتجاوز 18 مليار جنيه. حضرتك تعلم أكتر مني حجم الديون على اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهكذا. لكن احنا محتاجين إعادة ترتيب. يعني أنا عندي في القانون التنظيم المؤسسي تنظيم الصحافة والإعلام مسألة مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية، هنا شكل من أشكال الشراكة في اتخاذ القرار. لكن في النهاية عندي الهيئتين، عندي الهيئة الخاصة بالصحافة والهيئة الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني المملوك للدولة، هم اللي المفروض يحطوا خطط لتطوير هذه المؤسسات. لكن الدولة ممثلة في الحكومة وتحديدا في السيدة وزيرة التخطيط وبعد كده سينضم إليها المالية،
يعني بيتم التوافق مع هذه الهيئات، مع الهيئتين تحديدا يعني، في وضع روشتة علاج لمسألة الديون والانهيار المالي، لأن حضرتك لا يمكن تصل إلى تطوير في المحتوى صحيح وهذه المؤسسات مكبلة بقيود أو بديون صحيح، لأن ده هيمنع أي عملية تطوير. هل التشريعات المنتظرة في مجال الإعلام أستاذ جلال يعني ينتظر تحقق هاتين الميزتين، تطوير المحتوى والمضمون أو تساعد على الأقل في ذلك، وأيضا تطوير الدخول للعاملين في هذه المؤسسات؟ طبعا كلنا يعلم يعني المعاناة اللي صحيح دكتور، لكن يعني ده يندرج للأسف، يا ريت اللجنة أو مجلس النواب كان له يد فيها بشكل تشريعي، لكن في النهاية الإدارة في كلا الهيئتين هي التي تحدد يعني سقف التعامل المالي، الحوافز، وده كله بيتعلق، حضرتك عارف إن احنا عندنا إشكالية إن مثلا اتحاد الإذاعة والتلفزيون ما نقدرش نصنفه كهيئة اقتصادية وما نقدرش نصنفه كهيئة خدمية. أيوه. الحقيقة هو الاثنين سوا. أيوه. فدي مسألة، وكذلك الصحف القومية، لأن حضرتك النهاردة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بيتحمل مثلا حملات التوعية الصحية والتعليمية ومكلف بأدوار تتعلق بحماية المتلقي المصري. أيوه. المحطات الخاصة المنافسة دي مش من أولوياتها، هو أولوياتها طبيعي أنها مؤسسات اقتصادية لأصحابها تهدف إلى الربح. أيوه. فما ينقلش الكلام ده حضرتك. أيوه. النهاردة بتاخد ساعة أو ساعة ونص صلاة الجمعة، لأن حق المواطن حضرتك تنقله صلاة الجمعة. أيوه. حق المواطن حضرتك تنقله جلسات مجلس النواب زي ما بيحصل على قناة الجديد الأخبار. أيوه. القنوات دي مش هتضيع ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة في الكلام ده، هو عاوز يجيب الشيف فلان اللي بيجيب إعلانات الزيت والسمنة صحيح، ويسأله أسئلة غريبة بقى وعجيبة وعشان يعمل سسبنس ويحقق إعلانات مش كده فندم. أيوه. وبيقدم أحيانا مادة لا يطليق ولا يصح ناكل. أيوه. وفودة وفيها تجاوز حتى على أي حال، مش ده موضوعنا. موضوع الإثارة عندهم عالي يعني. طبعا. طبعا. فانت النهارده قدام دي، انت هدف للربح ولا خدمي؟ لا الحقيقه انت الاثنين. أيوه. مع بعض. فده بيحتاج شويه، عاوز يعني ايه، جراح ماهر، وتاخد بالك واحنا بنعمل حتى التشريعات بناخد بالنا قوي ان المنطقه دي يا دكتور علي. نعم. ان حضرتك ما تعتمدش انها تقول لي دي مؤسسه اقتصاديه اقول لك لا، طب هي خدميه، طب يبقى خلاص ما تخسر ما فيهاش حاجه اقول لك لا، ما مش عاوزينها تخسر. فهي مساله بس ايه. نعم. معلش تحملونا فيها لان الدقه فيها مطلوبه. انا بشكرك وان شاء الله يا رب. أنا تحياتي لحضرتك وليا بقى صديقي ايضا المشترك الدكتور صلاح محسن. طبعا ده وكان معانا النهارده في لجنه الاعلام. أيه. طبعا تحياتي للاستاذ رامي، ويستطيع ان يساله عشان بس انا سمعته من شويه بيقول ايه النواب ما بيحضروش لجان. جلال بيحضروا وحضرتك بتحضر استاذ جلال؟ لا مش انا الحقيقه، كل الزملاء، كل الناس بيحضروا. انا استاذ رامي اللي جنب حضرتك زميل فاضل وقامه قانونيه كبيره جدا. أيه. وكان معانا النهارده في لجنه الاعلام واحنا بنناقش قانون الاثريين. مش حصل يا دكتور؟ يعني انا بكلم زميلي، بيكلمك الاستاذ جلال، بيكلم الدكتور المحاضر. لا بس احنا كنا بنقول يا جلال بيه انه لما نناقش قانون مهم زي الاجراءات الجنائيه لازم كل النواب يحضروا اللجنه. ده بالفعل ما لسه، يعني اقصد ان ال 600 يحضروا اللجنه. ما نناقش قانون الاثريين بالفعل عملت. طيب. جلسات اجتماع عشان ما نعطلش الاستاذ جلال. على كل حال انا بشكرك دكتور علي. على اي حال، على اي حال. أي. انا طبعا متفق مع الاستاذ رامي في مساله حضور اللجان، لكن احنا 600 نائب هنحضر في اللجنه التشريعيه، 600 نائب يبقى احنا نحضر في القاعه بقى، ما نحضرش. لا كل لجنه متخصصه هيحضر اعضائها. سمعتك يا استاذ رامي، انت عارف معزتك وتقديرك عندي. أيوة. قول لي حضرتك الواقعة اللي قعد فيها المجلس أربع أيام يناقش مادة واحدة دي كانت فين؟ في أي قانون؟ معلش أنا بس عشان أبقى عارف. على أي حال، لا دي كانت بتاعة الهيئة الوطنية للانتخابات والإشراف القضائي لو حضرتك فاكر. أيوة. ده هل تعطل؟ فدي قعدنا فيها حوالي أربع أيام. لا سيادتنا كان لها ظروف معينة وكان المجلس منقسم لاتجاهين فأخذت منها وقت زي ما سيادتك عارف. المادة بتاع إشراف القضائي على الانتخابات. الماده دي كان لها ظروف وكان طبيعي تاخد ايوه بس الجدل اللي حصل الماده دي لوحدها يعني انتقلنا لمواد اخرى ثم عدنا اليها. لا دي حقيقه. طيب انا بشكرك يا استاذ جلال طبعا، وانا انا يعني ادي مشاكسه لاخويا رامي دايما بشاكسه. لا لا جلال دي صديقي جدا يعني. نشوفك على خير وتشرفنا في حلقه في الاستوديو ان شاء الله قريبا. استاذ جلال عواره عضو مجلس الشعب، ابن قناة النيل للأخبار، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، وعضو الإضافية. دكتور صلاح كنت عايز تكلم. اسمحني بس ارجع تاني للنقطة اللي اتكلم فيها استاذ رامي. الحقيقة عايز اقول لحضرتك بالفعل احنا عندنا في مشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية
وده جاي برضو من الحكومة. وحاليا احنا عاملين جلسات استماع خلال العطلة البرلمانية الفترة السابقة، اتعمل 3 جلسات استماع للزملاء في أعضاء السلطة القضائية، وده كان في يوم جلسة استماع وجم وقادلوا بدلوهم واقتراحاتهم من أجل ان احنا نعمل العدالة الناجزة بما لا يضر برضو العدالة المنصفة في نفس الوقت، يعني المسألتين نمشي مع بعض. واضح يا دكتور. أنا جبنا أساس قضية جناية ولا قضية جنائية والسادة المحامين، فعايز أقول إيه، إحنا في اللجنة الدستورية وهي تعتبر يعني تعتبر اللجنة الأم لأي مشروع قانون لابد يمر من خلالها، حريصين إحنا من حوار مجتمعي وبنعمل جلسات استماع ونجيب المتخصصين ونستمع إليهم قبل ما نبدأ نشتغل على أي مشروع قانون. طيب، هو انا بس عشان عندي عدد من المشروعات القوانين اللي عرضناها في المقدمه عايزين نغطيها على السريع كده. استاذ رامي، قانون المنظمات النقابيه ده المطلوب فيه ايه؟ قانون جديد للمنظمات النقابيه، لان عندنا القانون بتاع سنه 100 لسنه 95 ده حكم بعدم دستوريته، ولسه ما عندناش قانون جديد للنقابات. كل القوانين او الاجنده اللي موجوده قدام حضرتك التي تقدمت بها الحكومه، لسه ما شفناش بتوع النواب، كل اللي تقدمت بها الحكومة كل دي هيتم تشغيلها أو إعمالها تحت قبة البرلمان. لكن يعني المنظمات النقابية شغالة من غير قانون دلوقتي تقريبا؟ لا، هناك قانون مؤقت لها. قانون مؤقت اللي عايز أقوله لحضرتك وبوضوح بقى، ودي نقطة مهمة جدا وفي صلب الموضوع، تحديد الأولويات. أنهي قانون هيبقى أنهي؟ لأن لو إحنا لقينا مثلا إن إحنا النهاردة في احتياج للقانون بتاع التأمين الصحي، الرئيس قال كده، هل ده هيشتغل الأول ولا هيشتغل قانون الجرائم الإلكترونية أو الطائرة بلا لاسلكي مثلا؟ فأيضا تحديد الأولويات ده شيء مهم وناشب. أنت شايف إيه البرلمان؟ بدل فتحت الموضوع، مش أنا اللي أشوف، المجلس يشوف، يعني لكن كمواطن رئيس مركز وطن الاستشارات خلي بال حضرتك برضو دي نقطة مهمة. البرلمان ده مش ملك البرلمان، يعني مش ملك النواب، البرلمان ده الحاجة الوحيدة اللي ملكنا إحنا اللي نحدد، يعني البرلمان والنواب ملك الشعب بالظبط يا فندم. فده الحاجة الوحيدة اللي أنا من حق أنا أتكلم فيها، ولا نوجه له نقد، وإنما نوجه له مناشدات. واللي عايزين نقوله، لا طبعا التأمين الصحي، إحنا ما عندناش تأمين صحي منظومة صحيحة. فالتأمين الصحي، قانون العمل، قانون مكافحة التمييز بتاع المرأة في عام المرأة، قانون الهيئات الشبابية المفروض هيتنظر، القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، وحاجات بالمعنى ده زي ما نص عليها الدستور. طيب، دي الأولويات اللي عايزين أولويات يعني. طب خلينا أعرف من الدكتور صلاح، القانون الهيئات الشبابية ده مطلوب في إيه الهيئات الشبابية؟ طبعا حضرتك احنا في قانون الرياضة وخبر برضو منه وقت طويل وطالع بشكل كويس الحمد لله، يعني بما يتفق مع اتفاقات دولية وما يتطلب في هذا الشأن. احنا عندنا في مجال الشباب، وطبعا الشباب دول هم الامل، هم ثروة مصر. أيوة. فعندنا في هذا القانون لا شك انه لابد يوضع قانون بالفعل ينظم ما يتعلق مراكز الشباب والعمل في هذه المراكز، ومسألة طريقة الانتخابات وطريقة الادارة وطريقة العضوية داخل هذه المجالس بشكل يساعد الشباب على ان هم بالفعل نوفر لهم المناخ الملائم لممارسة كل مجالات الأنشطة داخل هذه المراكز، بالإضافة إلى الشباب نفسه كشباب نحاول إن احنا نوجد الآليات اللي تساعد الشباب على إن المجتمع يستفيد من طاقتهم وإمكانياتهم، وفي نفس الوقت تفتح لهم مجالات العمل بشكل يوفر لهم الحياة الكريمة. خاصة إن الشباب يعني دايما يعني بيحبوا مصر ورفعوا اسمها وكان خير مساء. يعني بنقول مصر كلها مبروك طبعا، وصلنا لكأس العالم. كأس العالم ده اللي عمله الشباب، يعني شكل حاجة جميلة. شفنا المنظر في الاستاد، ويا ريت مصر كلها ان شاء الله دايما تكون على قلب رجل واحد بنفس الروح والحماس الجميل اللي احنا شفناه. ودول بيطلعوا بالاساس من مراكز الشباب. ما فيش شك طبعا. والحقيقه عايز اقول حاجه، لسه يعني كان من امبارح كنت انا بهنئ في المجلس الشعب المصري، وفي نفس الوقت يعني بعت رساله للحقيقه لوزير الشباب في انه مزيد من الاهتمام لمراكز الشباب. للاسف في قرار موجود لوزير الاسبق للشباب بغلق مراكز الشباب الموجوده في القرى التي ليس لها بها ملاعب رياضيه. طب زي الشباب ايه المركز خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضه، حد محترم جدا وبيدي عنايه كبيره لمراكز الشباب، لأن حضرتك واحنا جالنا في المقطم وفتح مركز شباب نور المقطم وقدم فيه دعم كبير للمركز، وهو داعم الدعم لكل مراكز الشباب. نكمل يا سعادتك، احنا هنفتح مراكز الشباب المغلقه في القرى. اغلاق المراكز دي بيخلي الشباب يقعدوا على القهاوي، وبنجعلهم تربه خصبه للجماعات الارهابيه اللي احنا بنعاني منها الفتره الحاليه. هذه المراكز لابد تفتح مره اخرى
والدوله الحقيقه لها دور كبير في انها تنشئ ملاعب، لكن مزيد من الجهد في هذا المجال حتى نوفر الحد الادنى من هي دي مراكز الشباب. دي هي التربه اللي بتطلع لنا من الصراحه جاي منين من مراكز الشباب، والحضره جاي منين؟ ما كلهم جايين مراكز الشباب، مراكز الشباب هم دول اللي بيرفعوا اسم في كل مصر في كل الالعاب. عايز اقول حاجه بس واحده للاستاذ قالها الحاجه والحركه في هارموني بين الحكومه والبرلمان في تحديد الاولويات. احنا لا يمكن نكون في حاله خصام، لان لو في خصام يبقى احنا كده اللي هنضرر المواطن. مفيش خصام ولا حاجه، احنا بنراقب الحكومه طيب وبنحاسبها، ولكن لابد يكون في تعاون عشان نحدد الاولويات بما يتفق مع امكانيات الدوله واحتياجات المرحله. فده حاجه موجود في الوقت الحالي بين البرلمان وبين الحكومه. طيب احنا ما دام خدنا الشباب، ايضا في قانون لفئه اخرى، فئه ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا. ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه، مطلوب ايه يا استاذ رامي لذوي الاعاقه؟ ايه التعديلات التشريعيه المطلوبه؟ هذه الفئه طبعا فئه ضعيفه وتحتاج كل الدعم، هم اسرهم، لانه المعاق ما بيكونش بس عبئه على نفسه ومشكلته في نفسه، مشكلته على اسرته كلها. وهذا المعاق في بعض الدراسات تقول انه بيحتاج انفاق 14 ضعف صحيح الانسان العادي. فضل. صحيح. خلينا نقول لحضرتك ان من دورنا العقد الاول تقريبا في نهايه دورنا العقد الاول كانت اللجنه شغاله على مشروع قانون كويس قوي، دكتور هبه هجرس يمكن شغال على مشروع كويس قوي، لكن الى الان لم ينظر النور. وربما لمحت في بعض الاشكاليات برضو، اشكاليه خاصه باستيراد السيارات، اشكاليه خاصه بتحديد فئه المعاق، اشكاليه خاصه ب الدعم الذي يقدم من الحكومه للمعاق سواء من اجهزه او ما شابه والضرائب اللي عليها، اشكاليه خاصه بقى بعيده خالص عن موضوع الاعاقه والتجهيزات المفروض تكون موجوده لذوي الاحتياجات الخاصه، حتى هو القانون استخدم ذوي احتياجات خاصه زي ما الرئيس كمان استخدمها، مفيش حاجه اسمها اعاقه قوي يعني. فوسائل المواصلات تجهز، الشوارع تجهز، وايضا ان يكون هناك لهم فرص في العمل في القانون الجديد اكتر من 5%. كل ده موجود بشكل غير مباشر ولا بشكل مباشر؟ الاثنين يا فندم، كل دول موجودين في مشروع القانون. ايضا تروح ما فيش مستشفيات خاصه ليهم، خاصه المعاقه الذهنيه محتاجه مستشفى خاص. ده في كمان قانون يقفوا في الطابور العادي زيهم زي الناس. صحيح. وده معاق ذهنيا ممكن يكون هايبر اكتيف او ده في كمان قانون او عنده حركات يعني، هو الناس بالظبط. ده في كمان قانون مهم جدا الناس مش واخده بالها منه، ربما هيكون على نفس الطاوله الاسبوع دوت، اللي هو بتاع التخاطب. احنا ما عندناش قانون للتخاطب، اخر قانون للتخاطب حاجه حلوه قوي. قانون يعني التخاطب، التخاطب ازاي يتكلموا كده بالظبط، دي حاجه رائعه. ما هو جزء من الاعاقه تخاطب، التخاطب مش كده؟ في قانون ده وصلنا لكده، دي حاجه رائعه. لا لا ده موجود، وده في ترسانه قوانين مهمه جدا موجود وتشريعات ثوره تشريعيه نحتاجها جميعا، بس الفكره انه تحديد الاولويات والبرلمان يبقى معانا. واتصور دي كلها هو الساعه عندنا في المجلس. ايوه يا فندم، احنا مش دي كلها الساعه. ما انا فاهم يا دكتور، خلال حضرتك القادمه حضرتك هتجد، ما هو احنا مش لان حضرتك اللجان كلها اشتغلت في هذه المشروع يا فندم، احنا مش مدافعين يعني مثلا انا مع حضرتك. انا فاهم انت مش بندافع ولا بهاجم، انت واقف. انا بقول لحضرتك انا مالي كل ده موجود، كل حضرتك بنتكلم فيه ده بالفعل تم مناقشته جوه اللجان. يبقى يا دكتور علي انها تدخل الجلسه العامه بس. الجلسات العامه، ما انا بقى بتكلم على الجلسه العامه، دورك في اللجنه. كل مش هتكلم، احنا بنتكلم بقى على الجلسه العامه، مناقشته داخل اللجان بالفعل بالظبط، وينظر في الجلسه العامه. معانا بس ضيف كريم على الهاتف، ما بحبش بس ضيوفي يقعدوا على التليفون مع خاصه لما يبقى عزيز زي الاستاذ احمد البطريق الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانيه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك، ازاي حضرتك؟ و الحمد لله تمام. ايه ابرز المشروعات؟ انت لك خبره طويله وتغطيه طويله لاخبار البرلمان، ابرز مشروعات القوانين اللي انت شايف ان البرلمان هيبدا في مناقشتها وفعلا هي تعتبر بشرى ساره للمجتمع لانها هتحل مشكلات كتيره؟ يعني اعتقد بما لا يدع مجال للشك ان قانون التامين الصحي هو ابرز هذه التشريعات، خاصه وانه سوف يحل العديد من المشكلات داخل الوطن فيما يتعلق بتلقي المواطن العلاج المناسب بتكلفه زهيده. كذلك مشروع انا بستعجب ليه البرلمان متغافل عنه، مع انه قد نصوا عليه في الدستور، قانون المحليات ده من القوانين المكمله للدستور. ليه عند دلوقتي الـ 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 المجلس متغاضي عن انه يقر مثل هذا التشريع، خاصه وانه سوف يعني يريح النواب نفسهم. يعني النواب دلوقتي بيقوموا بروحين، بيعملوا بروحين، بيقوموا بروح تشريعي وروح محلي. المشاكل المحليه انت عارف حضرتك كثيره جدا، وكل النواب بمجرد عودتهم للدوائر بتاعتهم بيتصدوا للمشاكل المحليه وبيلتقوا بالمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الاحياء، ومشاكل غريبه جدا. يعني كان من الواجب ان يتم اقرار مثل هذا التشريع،
الكلام بان مش عاوزين انتخابات قبل الانتخابات الرئاسيه ده امر غريب. يعني فيها ايه ان احنا نعمل انتخابات محليه قبل الانتخابات الرئاسيه؟ ما فيهاش مشكله، خاصه وان الوطن في حاجه الى وجود مجالس محليه قويه وقادره على خدمه المواطنين ومراقبه الاجهزه المحليه اللي احنا شفنا، والرقابه الاداريه عماله تكشف كل يوم والتاني بلاوي الفساد المتغلغل. لما يكون في عندنا مجالس محليه هتقدر انها تكشف الكلام ده كله، هتقدر انها تقوم العمل المحلي. المسائل دي يجب ان تكون في الحسبان، وارجو من البرلمان ان ينظر لقانون الاداره المحليه نظره سريعه، خاصه وان الوطن في حاجه الى مثل هذه المجالس في ظل هذه الظروف. اذا ما يعني اكدنا ايضا ان نوعيه المرشح اللي هيخش للمجالس المحليه بالتاكيد نوعيه مختلفه من الشباب الناهض الجسور الحامي لوطنه الحريص على خدمه مجتمعه. كل هذه المسائل مهمه جدا. الوطن بتطلع لنا كوادر جديده ممكن انها تكون في يوم من الايام نواب داخل المجلس. هذه المسائل يجب ان ينظر اليها نظره سريعه بجانب قانون التامين الصحي. طبعا ده قانون مهم جدا، ايضا قانون ذوي الاحتياجات الخاصه. احنا قبل ما نناقش قانون ذوي الاحتياجات الخاصه نبص الاول هل القانون القائم حاليا بيتم تطبيقه؟ لا يتم تطبيقه يا استاذ علي. يعني ال 5% الخاصه بعمل ذوي الاحتياجات الخاصه هي المساله استاذ احمد يقول انهم بيعملوها. هي المساله بس ما تقفش عند مساله ال 5% للعمل رغم اهميتها، بس عشان نبقى متفقين. انما في حقوق للمعاقين في طبعاً علشان كتير. انا بس لصيق بحالات المعاقين شويه، يعني ففي احتياجات للمعاقين في دعم اسرهم وفي علاج المعاق نفسه وفي العربيه اللي هتنقله او هتجيبه، ولان بعض الفئات محرومه من فئه الجمارك العربيه دي، ودعم اخر في العلاج وغيره، يعني ما هيش مقتصر على الدول الاوروبيه والتدريب والعلاج والنقل وهكذا. اتفضل. بتعمل كارنيهات لذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه دول بيتم الانفاق عليهم بشكل مختلف خالص عن كل ابناء الوطن. أي. علاج، رعايه اجتماعيه، رعايه اسريه، بترعى اسرهم، بتدعم اسرهم. أي. خاصه وان دول في امس الحاجه لمثل هذا الدعم. انا ما اقدرش اقول ان في اسره مكونه من 3 افراد منهم واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه والده شغال مثلا في الاداره المحليه بياخد له 1500 جنيه هيقدر يعوله ازاي؟ هيعول طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه او شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه ازاي؟ انا ما بتكلمش، انا مش عاوز عربيه لذوي الاحتياجات الخاصه، انا عاوزك الاول تراعي لي ذوي الاحتياجات الخاصه. ترعاه لي طبيا، اعمل لي مستشفيات يا اخي لذوي الاحتياجات الخاصه، ما تخليهوش يقف في طابور المستشفيات العامه. الناس بتتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه معامله سيئه. يعني احنا ليه بننظر للمسائل من الجوانب الهامشيه؟ في جوانب اساسيه يجب ان احنا ننظر اليها. انا بشكرك المسائل دي يجب ان يتم اعتمادها فورا. نعم، بشكرك نظرا لضيق الوقت، وان شاء الله تكون معنا في الاستوديو في حلقه قريبه قادمه. اكيد دكتور صلاح، قانون مهم جدا، قانون التامينات والمعاشات. ايوه، يعني اهلنا من اصعب معاشات الحقيقه، من حقهم يعيشوا الحياه الكريمه. ما يحصلون عليه الان من معاشات مبالغ زهيده لا توفر لهم الحياه الكريمه، لذلك قانون التامينات. طب انت هتعمل قانون لكن امكانيات الدوله مش سامحه. ماشي، ما حضرتك احنا عشان كده هو قال لك الاستاذ رامي لما انت كلمته على القوانين الاقتصاديه، شفت القانون دي اثرها انعكس في الواقع ولا ما انعكسش؟ انا مع حضرتك، مش لازم انا ما اعمل قانون يبقى انا اشوف امكانيه تطبيقه. احنا طالما الدوله خدت اتجاه الاصلاح فلا بد يبقى فيه ثمن. احنا طبعا مع ثمن، انا مع انه ما يتحملوش المواطن البسيط، لكن الحكومه بتحاول من خلال معاش تكافل الفقراء، من خلال زياده المرتبات المعاشات، بتحاول برضه تقلل من اعباء هذا الضغط اللي على حياه المواطنين، لكن هو ده الثمن لابد نتحمله اذا كنا عايزين نصلح بلدنا ونعدي بيها الى مصاف الدول العليا اللي احنا نتمناها. طيب. لكن في نفس الوقت احنا حريصين احنا نوفر لهم حياه كريمه. مقترحات موجوده داخل المجلس
يعني احنا في تصور ان احنا لا يجوز ان يقل مثلا اول معاش عن 80% من اخر مرتب عشان نقدر نوفر حياه كريمه فعلا لاصحاب المعاشات. الحد الادنى للمعاشات لا يقل لا يجوز ان يقل عن الحد الادنى للاجور. دي مسائل حقيقه يعني لابد ان احنا نبقى حريصين عليها خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طيب في مشروعات قانون كتير، أنا بس عايز أتكلم على استخدام الطائرات دون طيار، مشروع قانون والحقيقة طلبة الهندسة اشتكوا لي كتير منه بيعملوا نماذج للطائرات وطيروها كده في الكلية وبتاع ويقولوا لهم دي مخالفة ومش مخالفة وحاجات كده، وأحيانا في التصوير إحنا برامجنا نعمل فيلم تسجيلي على مكان معين محتاج كاميرا مثلا عشان تصور لمدى نص كيلو 500 متر في غابات في مية في مقابر في جبل في بتاع مش عارف أطلعه، فالقانون ده هيبقى ازاي؟ بصراحه احنا ما اطلعناش عليه وربما برضه استاذ النواب لسه ما اطلعوش عليه، لكن اللي عايز اقوله ايه، مش كل حاجه برضه تشريع. الاهميه يعني يكفي قرار وزاري قرار منع كذا كذا وخلاص. مش لازم قانون للطيارات، لان هتعمل قانون للطيارات طب ولو في حاجه تانية تم اختراعها غير الطيارات هنعمل قانون؟ مش منطق. فممكن قرار وزاري يمنع ده. احنا بقى في احتياج اكتر للقانون اللي قدمه حاتم باشات، اللي هو حاتم باشات مثلا من دون عقاد الاول بتاع الجرائم الالكترونيه لسه ما طلعش. ده اولويه. ليه بقى اولويه؟ علشان جزء كبير مستهدف من شباب مصر من على الفيسبوك والانترنت، جزء كبير مستهدف بيتم يعني المؤامرات بتتم من خلال النت والفيسبوك، مش بتتم من خلال حاجه تانية. طبعا ما فيش منفذ غير كده، لا مجموعات بؤريه تشكل وكتائب يتم بث سموم من خلالها للشباب اللي قاعد على النت والشاب مش عارف حاجه يثق فيما يقال له، ومجموعه صور تتركب عليها كلمات وحاجات. هو ده بقى اللي يقصده الرئيس بتثبيت دعائم الدوله. مش طب الانترنت ده دولي دلوقتي، انت حتى لا ثواني، انت هتعاقب مين فيه؟ انا مش عايز اعاقب، انا عايز اعمل قواعد زي ما كل الدول عامله. السعوديه عامله قواعد مش كده ولا ايه؟ ما الدول العربيه عامله قواعد، انا اريد قواعد للتنظيم. هناك بالمناسبه الموضوع ده مقترح مقدم من احدى النائبات المحترمات مثلا انه يدرس في اعدادي وابتدائي، تدرس لهم ده يعني مش كل حاجه القانون. انا ممكن اعمل تدريس او توعيه، او تدريس توعيه قرار وزاري، قرار وزاري. لان القوانين الكتير في عندنا بلاش نهدر طاقه البرلمان في قوانين الاهميه في القانون. الادارة المحليه شو مهم لسه ما طلعش. طيب عندنا قانون مهم جدا حضرتك طبعا. اتفضل يا دكتور. قانون حمايه المستهلك. المستهلك اللي بيعاني من زياده في الاسعار وطمع وجشع التجار، ده بيتناقش النهارده في لجنه عندنا موجود، وكان مقدم من اللواء هشام عماره من ضمن العقاد الاولاني ولسه بيدور بيتناقش. دكتور صلاح اتفضل. ان احنا هنلزم اي مصنع او شخص بيستورد مواد خام وحيعيد تعبئتها انه يحط على العبوه سعر البيع للمستهلك، عشان المواطن يقدر يعرف السلعة دي سعرها كام وما يتعرضش لنوع من المغالاة أو نوع من الطمع والجشع من جانب التجار. الأمر الثاني هيلزم التاجر بأنه يقدم فاتورة عن كل منتج أو سلعة بيبيعها، فدي مسائل هتساعد من ناحية أولى إن احنا نعمل رقابة على هذا الزيادة الغير مبررة للأسعار، وفي نفس الوقت بتوفر للمواطن القدرة لأنه يعرف سعر السلعة، وبالتالي إذا وجدها مبالغ فيها في مكان فليذهب في المكان آخر هيجدها بسعر أقل. فدي أكيد هتوفر إلى حد ما برضو نوع من حماية المواطنين. مع إحنا عايزين نفعل بقى دور الأجهزة الرقابية اللي إحنا عندنا أكثر من 20 جهاز، والحقيقة في أجهزة منها أي مبدورها بشكل كبير إنها تقوم بالفعل برقابة حقيقية على هؤلاء التجار. او يعني خلينا اسالك يا دكتور واسال استاذ رامي قبل عشان انا على وشك الختام، يعني دقيقه تقريبا لكلاكما. المواطن يستشعر كل القوانين دي معموله في النهايه عشان راحه المواطن وعشان تحقيق اهداف الدوله اللي هي راحه المواطن وتحسين الحياه اليوميه. امتى يستشعر المواطن بهذه القوانين وان هي يسرت عليه الدنيا؟ تمام. حضرتك احنا البرلمان دورنا احنا نسلم هذه القوانين والتنفيذ من جانب الحكومه والاجهزه الاداريه التابعة له، ومن خلال احنا دورنا الرقابي على هذه الاجهزه التنفيذيه. لكن خلينا نقول برضه في جزء او جانب من جانب المواطنين لابد ان هم يساعدوا مع الحكومه مع البرلمان في هذا الشان. لابد ان احنا نقف جميعا في خندق واحد ونواجه ونتفاهم اي تجاوزات، ولازم نتفاهم المرحله طبيعه المرحله، ولازم نتحمل. ولو بقول لحضرتك احنا بنسعى ان احنا نخفف من عبء هذه القرارات الاقتصاديه الصعبه على المواطنين، لكن انا بقول لحضرتك احنا شايفين في اخر النفق في نور وفي ان شاء الله في تقدم قادم خلال في تقدم الفترة. بنمشي بخطى جيده نحو التقدم ونحو انا بطمن المواطنين علينا لهذا ان شاء الله ان شاء الله. استاذ رامي اتفضل.
يعني سؤال حضرتك بوضوح لو انا فاهمه انه امتى المواطن يشعر بان القوانين اللي صدرت لراحته، مش هيشعر او حققت انجازات او حققت بالواقع، مش هيشعر بده الا بعد التنفيذ. اما قبل التنفيذ فهي حبر على ورق. هضرب مثال اخير، قانون الاستثمار صدر وكلنا فرحنا بيه، لكن هو لم ولن يفعل الى الان. ليه؟ لان لسه اللائحه التنفيذيه، فبالتالي احنا ما شفناش شباك الوقت وهكذا. اللي عايزين نقوله بوضوح انه كل قانون يصدر كده لم يغلي يد البرلمان، لكن عليه متابعه ومراقبه التنفيذ ايضا، ده دوره تشريع ورقابه. واعتقد ان الدوله كلها امل في البرلمان في دور الانعقاد. صحيح، دور الانعقاد الثالث هو قلب البرلمان دائما، هو دور المحاسبه. هو هنا بالفعل البرلمان خلاص عدى الدور الاول اللي هي اولى ديمقراطيه بنقول عليها، والدور الثاني وكذا مش كده، احنا دلوقتي في الثالث والرابع والخامس، والحساب هيبقى صعب صعب. والدنيا بقت اسهل ليك وكده يا اكيد دلوقتي في حضرتك يعني. اصبح في خبره بالنسبه لغالبيه الاعضاء طبعا من خلال وجودهم في داخل اللجان ومن خلال ممارسه العمل البرلماني والدور الرقابي والتعامل مع الوزراء والزملاء وخلال تفاعل داخل البرلمان، ما فيش شك مستوى على بشكل كبير. انا بشوف ده هذا في المناقشات اللي بتتم داخل اللجان، وباكد للزميل العزيز ان بالفعل لا، ده اللجان موجوده، اللجان دي هي معامل التفريغ او هي المطبخ بتاع المجلس. فالاعضاء متواجدين وبيعملوا بشكل كبير، ويعني انا اقول اجتماعات اللجان اكتر من الجلسات العامه. والغالبيه حريصه انها تكون متواجده، وان شاء الله ده هيظهر للنور الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله ربنا في ختام الحلقه اشكركم شكرا جزيلا، الاستاذ الدكتور صلاح عبد البديع، استاذ القانون الدستوري بجامعه الزقازيق وعضو اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا لحضرتك. كما اشكر الاستاذ رامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانيه. شكرا جزيلا لحضرتك خير. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.